بصبح على حضراتكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم فقراتنا النهاردة في نهارك سعيد. لسه بنتكلم عن الانتخابات ولسه بنتكلم عن الجولة التانية من الانتخابات وضعف الإقبال على الجولة التانية واللي حصل في الجولة الأولى. هل هنتفاداه؟ هل هنقدر نتفادى ده في المرحلة التانية؟ هل المؤشرات اللي عمالين نتكلم عنها ممكن تكون سبب في ان الناس جالها احباط وما نزلتش امبارح؟ خلينا نتكلم في ده بالتفصيل مع ضيفنا النهارده الاستاذ احمد البطريق، نائب رئيس تحرير الاهرام المتخصص في الشؤون البرلمانيه. صباح الخير يا فندم. صباح النور. منورنا النهارده في نهارك سعيد. وخلينا نتكلم عن الجوله الثانيه اللي حصل فيها امبارح والنهارده، ولسه يعني النهارده ما عرفناش بالظبط ايه اللي حاصل، بس ان شاء الله ما يحصلش زي اللي حصل امبارح. وايه سبب عدم اقبال الناس في الجوله الثانيه يا استاذ احمد؟ في جولة الإعادة. في جولة الإعادة. يعني هو الإقبال كان محدود نظرا لتغير نوعية المرشح والناخب في جولة الإعادة. جولة الإعادة بعدد المرشحين فيها على أقصى تقدير بيكون 4 مرشحين. في دوائر فيها 2 مرشحين فقط. في الجولة الأولى من المرحلة الأولى كان عدد المرشحين في بعض الدوائر بيصل إلى 100 مرشح على المقاعد الفردية بالإضافة للمرشحين للقوائم. مرشح القوائم والمقاعد الفردية كل واحد فيهم كان بيحشد أنصاره بشكل أو بآخر. ضيفي ليها عملية الزخم السياسي اللي كانت موجودة في الشارع المصري هي اللي أدت لي زيادة نسبة الإقبال والمشاركة على الانتخابات، لدرجة إن بعض اللجان مدت فترات التصويت فيها لأكثر من الساعة 12 مساء. اختلف الأمر تاني يوم شوية، كان نسبة الإقبال على عملية التصويت محدودة نظرا لعدم تعود الناخب المصري على إجراء الانتخابات على مدار يومين. أعتقد أن النهاردة ممكن يكون في عدد كبير جدا من الناخبين فهموا الدرس كويس وفضلوا أنهم يوزعوا نفسهم على ساعات اليومين، فأعتقد أن يكون في النهاردة برضو إقبال أكتر من امبارح يعني. وأعتقد أن العملية هتكون قاصرة على أنصار الطيارين، الطيار الخاص بجماعة الإخوان المسلمين والطيار السلفيين. دول اللي يعني دلوقتي الاثنين المتنافسين، هما الكتلتين الاساسيتين موجودين في الشارع المصري دلوقتي ومحدش يقدر ينكر كده. وبرضه ما نقدرش ان احنا نستبعد ان هناك كتله ثالثه اللي هي الكتله المصريه حصل فيها اداء سلبي في خلال الجوله الانتخابيه من احد رموزها تسبب في عزوف الناخبين على مساندتها. زي ايه حضرتك؟ معلش خلينا نفهم ايه اللي حصل بالظبط اكتر. تصريحات المهندس نجيب ساويرس لاحد القنوات الفضائيه الخارجيه حول عمليات الدعم المنظم للتيارات الاسلاميه من جانب بعض الدول العربيه ومناشده دول الغرب بمسانده الكتله والليبراليين وعمليات التدخل. النهارده هم الغرب هيعملوا ايه؟ النهارده موجود كل المسائل دي كل المسائل دي صبت بالعكس في اتجاه الاسلاميين ضد الكتله. استاذ احمد، النهارده في الجرايد على فكره المهندس ساويرس كان بيتكلم على انه ما قالش ان عايز حد يساند الليبراليين، ما قالش الكلمتين دول، وبيناشد الكتل الاخرى او الاحزاب الاخرى الاسلاميه ان هم يعني اللي انا قريته يعني انه يبطلوا ان هم يطلعوا اشاعات او ما يوازي هذا الكلام يعني. يعني اعتقد ان القائمين على الاحزاب السياسيه من المفترض ان يراعي كل منهم تمام منطقه وحديثه في خلال الفتره الحرجه اللي بيمر بيها، خاصه ان تاثيرها بيكون تاثير بالغ. يعني على سبيل المثال مثلا تصريحات احد قيادات الاخوان المسلمين لصبحي صالح بتاع الاسكندريه في خلال الشهرين اللي فاتوا عملت حالة من الفزع في الشارع المصري من التيار الإسلامي ككل. حقيقي الدرس ده يعني ما استفادش منه الليبراليين بشكل أو بآخر ووقعوا في نفس الخطأ. هستأذنك برضو توضح لنا قال إيه، يعني برضو خلينا بما إنه قلنا ساويرس قال إيه يبقى خلينا برضو أعرف قال إيه الناحية التانية. يعني صبحي صالح كان بيتكلم على المرأة والزواج وضرورة زواج الإخوانية من إخواني
وهكذا، يعني فاهم؟ النظره المتشدده النظره المتشدده اللي شفناها مثل هذه من قبل كل الاخوان يعني. يعني كانت لا مش من جانب كل الاخوان، ما نقدرش نعمم، لان كان امبارح تحديدا في برنامج مستضيف المرشد العام لجامعه الاخوان المسلمين على التلفزيون. نعم. فوجئنا ان الراجل بيبعت رسالات طمأنه غير عاديه للمجتمع المصري. نعم. وبيقول انه هيحافظ على حقوق الاقباط بشكل او باخر، وان هو بيؤيد فكره الدوله المدنيه وبيرفض المناداه بالدوله الاسلاميه، وقال ليست هناك دوله دينية أو دولة إسلامية في العالم ولا في تاريخ الإسلام. حضرتك مصدق الكلام ده يا فندم؟ يعني إحنا نصدق اللي بيتقال لنا حاليا. نعم. لأن الأيام هي اللي هتثبت العكس. إحنا ما نقدرش دلوقتي نحط تصورات على طريقة ممارستهم للحياة السياسية. بس أنا لو عندي وجهة دون احتكاك نظر. مباشر. أنا لو عندي وجهة نظر، هل وجهة النظر دي هتبقى قابلة للتغيير؟ يعني أنا النهاردة لو الأستاذ أحمد مثلا بيقول أنا بحب كذا وأنا ما بحبش كذا، أنا مبدئي 1 2 3، هل بعد ما يقول 1 2 3 ويكتشف إن الناس اعترضت على 1 2 3 فأرجع أصلح وأقول لا ده مش كذا كذا كذا، هل تفتكر إن ده فيه مصداقية؟ هل تفتكر إن أنا النهاردة كمشاهد يعني أو كمواطن مصري هبقى مصدق اللي بيتقال لي ده؟ يعني أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة، يعني اعتقد ان هيجي يوم قريب قوي نقول يا ريت كل التيار الاسلامي اللي دخل مجلس الشعب وبدا ينخرط في الحياه السياسيه من الاخوان. لان التيار الاكثر تشددا والمتمثل في حزب النور والجماعات السلفيه حقيقي. اعتقد انهم هيعملوا وهيصدروا مشكلات للمجتمع لا طاقه له بها في خلال الفتره القادمه، خاصه وان حزب النور منفردا حصل على 30% حتى الآن من مقاعد المجلس في المرحلة الأولى. طب ده هيخليني بدون قطع كلامك، هل ده احنا بنلعب سياسة دلوقتي مش بنلعب حاجة تانية غير سياسة، هل ده مش ممكن يخليني بالكلام اللي حضرتك قلته ده والعدد 30% من السلفيين و هل ده ما يخلينيش أقول انه لهذا السبب طلع سيادة المرشد الإخوان امبارح على قناة من قنوات ويقول الكلام ده؟ لا مش للسبب ده بس، ده لحالة الفزع اللي موجودة في المجتمع ليست من السلفيين فقط ولكن من كل التيارات الإسلامية الموجودة. وبالأضيف لذلك حملة الترويع اللي شنتها بعض القنوات الفضائية وخوفت الناس بشكل غير عادي من التيار الإسلامي، وأكن مصر داخلة في نفق مظلم. المسألة دي كانت تستدعي مثل هذه التطمينات من جانب القيادات المسؤولة عن جماعة الإخوان المسلمين. يعني حضرتك شايف ان حالة التطمين دي او حالة ان احنا نطمن الناس دي يعني شيء كان لازم يحصل من قبلهم، ملوش علاقة بان هم هل فعلا دي حقيقة ولا مش حقيقة، بس هو رد على الهجوم اللي حصل عليهم. ايوه بالتأكيد. يعني دي عملية رد على حملة التفزيع اللي حصلت في خلال الشهر اللي فات. التجاوزات استاذ احمد، يعني شفنا حضرتك في المرحلة الأولى في الجولة الأولى اللي حصلت من فترة وفي الجولة الثانية اللي ابتدت امبارح واستكمالا ليها النهاردة إن شاء الله. شفنا بعض التجاوزات من قبل بعض الأحزاب أو من قبل بعض التيارات، تجاوزات واضحة معروف هم مين، عرفناها من كل الناس، عرفناها من الجمهور اللي راح ينتخب، عرفناها من حركات المراقبة اللي بتحصل على اللجان، شفناها في كل حتة. هل حضرتك شايف ان احنا ممكن نتفادى ده في المرحلة الثانية، ولا بعد ما شفنا في المرحلة الأولى وشفنا السيطرة الفظيعة اللي كانت حاصلة هو نفس الوضع وهي هي نفس التجاوزات هنشوفها فبالتالي هتبقى هي هي نفس النتائج؟ لا يعني اسمحي لي ان انا اقول لحضرتك ان التجاوزات اللي حصلت في المرحلة الأولى لا يمكن وصفها بالتجاوزات. قياسا توصفها بايه حضرتك؟ قياسا بالانتخابات التي تمت في مصر على مدار 30-40 سنة. لا ما هو يعني احنا نقول ان النسبة حتى لو كان في تجاوزات قياسا بعدد الدوائر اللي موجودة لا تتعدى 1%. احنا ما نضخمش المسألة، يعني انا مش فاهم ليه الناس عاوزة تضخم مسألة التجاوزات. التجاوزات دي حصلت في كام لجنة؟ في 20-30 لجنة. طب احنا في عندنا كام لجنة؟ عندنا الاف اللجان. فاذا المسألة يعني لا يمكن تضخيمها او تصويرها على ان هناك خلل في العملية الانتخابية وان هناك تجاوزات قد اضرت بالعملية الانتخابية وان الانتخابات يشوبها البطلان او حاجة زي كده. طب واللي حصل في دائرة حلوان يا فندم؟ يعني احنا نقول ان كل المخالفات
وليست مخالفات، التجاوزات. بلاش تجاوزات، لو تجاوزات نضايق حضرتك. المخالفات التي شهدتها العملية الانتخابية المتمثلة في اختراق فترة الصمت الدعائي بالنسبة للانتخابات، ودي بتحصل في كل دول، في كل الدول العالم. يعني انا سافرت وتابعت انتخابات في كل حتة، كانت الدعاية الانتخابية من جانب المساندين للمرشحين بتحصل امام اللجان، شفتها. ليست في مصر فقط، يعني أيوة، في ما احنا دول ما بنقولش كتير. ان اللي بيحصل عندنا ما بيحصلش حاجة. عملية شراء الاصوات، ودي بقى الظاهرة الجديدة اللي احنا شفناها في الانتخابات دي، حصلت امبارح في الاسكندرية تحديدا. كويس. يعني كان ما بين رجال الاعمال اللي بيدعموا المرشح الوطني السابق طارق طلعت مصطفى، اقدموا على مثل هذه المخالفه. البعض بيقول ان دول لا، مش من انصار طلعت مصطفى، دول من انصار الخضيري. المستشار محمود الخضيري احنا عارفين ان هو راجل طيب، يعني راجل على قده، ما عندوش الامكانيه ان هو يوزع الفلوس دي مثلا على ربع مليون واحد، ولا يعني حاجه خطيره يعني. دي اول حاجه احنا بنقدر نقول ان احنا رصدناها، ودي بتمثل فعلا مخالفه صريحه لجو الانتخابات النزيه اللي احنا شايفينه، ونامل الا يحدث مثل هذا الامر في الجوله القادمه من الانتخابات. طب هل احنا بنعمل جزاء اللي بيغلط، بنحاسبه ولا ما بنحاسبوش؟ هي المشكلة هنا بتتوقف على الإجراءات القانونية التي يتم إعمالها في مثل هذه المخالفات. يعني لو كان في عندنا قرار قاطع وسريع. أستاذ أحمد معلش دون قطع كلامك،